دورها في اليمن، لكن بالمقابل هناك من يتهم الولايات المتحده الامريكيه بانها تتساهل مع الحوثيين بشكل كبير وتقدم لهم دعم دبلوماسي واضح يعني والدليل على ذلك تصريح وزير الخارجيه الامريكي السابق جون كيري في 2016 بان جماعه الحوثي اقليه، هل هناك اقليه تمتلك صواريخ باليستيه يا استاذ نبيل؟ الواقع واضح جدا، يعني ما زلنا لحد الان لهذه اللحظه ليس هنالك علاقات مباشره بين الولايات المتحده والحوثيين. يعني الرسائل تصل بشكل غير مباشر لبعضهم البعض وبالتالي الوسيط الامريكي لا يتحدث مباشره مع القيادات الحوثيه. يعني هو قال لي شخصيا انه يتمنى ان يزور صنعاء ويتمنى ان يتفاوض مباشره معهم ولكن هذا القرار لم يتخذ بعد. ولذلك يعني كل ما يقال عن علاقة أمريكية حوثية هي إشاعات وهي يعني تضخيم اسمح لي أقاطعك في هذه النقطة أستاذ نبيل لأنه منذ أسبوعين مصادر موثوقة في صنعاء أكدت بأن مستشارين يعملون لدى ليندر كينج كانوا في صنعاء وفي لقاء مع ممثل جماعة الحوثيين ورئيس السلطات الحوثية أو سلطة الأمر الواقع المشاط اللقاء الأساسي بين لندر كينغ والحوثيين تم في مسقط في عمان وأما ما حتى يعني عندما جاء لليمن مرة واحدة فقط جاء إلى عدن وبالتالي لم يلتقي بحوثيين أما يعني كما قلت هنالك اتصالات غير مباشرة هنالك من يتحدث مع الحوثيين ثم ينقل رسائل إلى لندر كينغ وإلى الولايات المتحدة ولكن يعني ما أقوله أنه هذا تضخيم أن نقول أن هنالك تنسيق ومساندة أمريكية للحوثيين ونحن في وضع لا نتحدث معهم حتى بشكل مباشر